بالفعل شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في هذه الندوة بعنوان الدبلوماسية المصرية التعامل مع التحديات. وخلال هذه الندوة التي يعني تنظمها أو ينظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، شارك وزير الخارجية المصري عبر الفيديو كونفرنس في هذه الندوة، وتحدث عن مجمل التحديات التي تواجه الدبلوماسية المصرية، وكان في مقدمة هذا الأمر التدخلات الإقليمية الموجودة حاليا من جانب تركيا في شؤون الدول العربية. وقال إن تركيا الآن بهذه المحاولات والتدخلات في شؤون الدول العربية تعرقل أي جهود للسلام، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية وكذلك أيضا الأوضاع في سوريا، وطالب المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته تجاه هذه التدخلات التي تقوم بها تركيا. وأشار أيضا إلى الجهود التي تقوم بها مصر، خاصة فيما يتعلق بتطورات الأزمة الليبية والاجتماع الأخير ومبادرة أو إعلان القاهرة الأخير فيما يتعلق بالحل السياسي في ليبيا، وأن وجهة النظر المصرية والجهود العربية التي تقوم دائما على الحل السياسي، وهو أمر بعيد عما تقوم به تركيا الآن من تدخلات في شؤون الدول العربية. لذا كانت هناك مناشدة ودعوة للمجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته تجاه منع أو ردع تلك التدخلات التركية التي تتم في شؤون الدول العربية في سوريا وفي ليبيا وكذلك أيضا في العراق بشكل واضح. لذا كانت هذه النقاط التي تحدث عنها وزير الخارجية المصري. كان هناك أيضا تطرق لما يتعلق بأزمة سد النهضة باعتبارها أبرز التحديات أمام الدبلوماسية المصرية، وقال إن مصر تمسكت منذ البداية بالمسار التفاوضي، وهو دليل على حسن النوايا المصرية فيما يتعلق مع الأزمة وعدم التصعيد. لكنه قال إن الموقف التفاوضي الأخير وهذه الجولة الخامسة التي تجرى اليوم من خلال استشراف لهذه النقاط وهذه المباحثات والمفاوضات، فقال إن هذا الأمر لا ينبئ حتى الآن بمؤشرات إيجابية في ظل محمد. بخصوص ملف سد النهضة، وزير الخارجية المصري ذكر بأنه من بين السيناريوهات اللجوء لمجلس الأمن، هل علمت من الكواليس إن كان ذلك سيتم بالتنسيق مع السودان أم كيف سيكون الموقف؟ يعني حتى الآن سياق حديث وزير الخارجية جاء في إطار البدائل والخيارات، حينما سئل وزير الخارجية المصري عن البدائل والخيارات أمام مصر في ظل حديثه عن استمرار تعنت إثيوبيا، فقال إن مصر لديها خيارات مختلفة، وأبرز هذه الخيارات هو اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي باعتباره السلطة التي يمكنها يعني العمل على حفاظ على السلم والأمن الدوليين، والذي يتهدد الآن بما تقوم به إثيوبيا من اختراق او محاوله ل يعني الانقضاض على الحقوق المائيه التاريخيه لمصر والسودان. لم شكرا. يتم التطرق على اذا ما كان هناك تنسيق ما بين مصر والسودان حاليا فيما يتعلق باللجوء الى مجلس الامن الدولي من عدمه، لكنها ورقه تحدث عنها وزير الخارجيه المصري. ربما يتحدث البعض عن انها حسمت الامر فيما يتعلق بمستقبل المفاوضات، وهناك الحديث عن انه تلويح من مصر وضغط على هذه الاجتماعات في الجو التي توصف بأنها حاسمة اليوم لتقييم مسار المفاوضات التي تعمل عليها مصر اليوم. نعم، زميلنا من القاهرة محمد الحمراوي، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.